اليوم وصل العمل في البطاقة الوطنية إلى مراحل متقدمة، لا سيما أنه يوم 30/3 كان هنالك عرس وطني كبير وحدث كبير، وهو إطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، واللي تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، وتضمن كثير من الأمور. اليوم المواطن من خلال الحجز الإلكتروني يستطيع أن يصور خلال يعني أقل الساعة تنجز معاملته، وخلال 48 ساعة يستلم البطاقة الوطنية. بالمناسبة أنه البطاقة يتم طباعتها خلال 24 ساعة، لكن المعتمد يستلمها ويعيدها ثاني يوم ويستلمها المواطن الكريم. ساعات الدوام الرسمي بالمناسبة تختلف بين دائرة وأخرى، هنالك دوائر فيها دوام مسائي. الحجز الإلكتروني يختلف من دائرة إلى أخرى وحسب عدد المسجلين بالدائرة، فهنالك دوائر يعني تستقبل مثلا أكثر من 500 أو 600 صباحا، ويقابلها بالمساء أيضا نفس العدد، فيوصل أكثر من 1200-1300 في الدائرة الواحدة، مثل دائرة البطاقة الوطنية بالكاظمية مدينة الصدر. هذا عملهم أيضا يعني مستمر باستقبال المواطنين.